مروف كويسي تاوان كبير كبيري او ساتيب كيوتا وك دنيا بجديري اكثر ذكر هذه من اللذات پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام زور بیری رو خنری خوشکان کنه و کمردنه شکه براسی جیر الکیس من دان نفسه و عامل لما بعد الموت جیری تواول مسلمانان و کسی که رخنه لخوی گریه بردوام سرزنشتی خوی که لکارکانی رازی نیه و زور زو خوی آماده کردو با مردن لهر ساتی کابیتو برو لای خواب گرتو سبحانه و تعالی خالي ديام بيركدنوا إلى نعمتي سلامتي. بزانا خواي يقول لك أنا سلامتي كردو إلى زور إلى غرفتو شاشاكان. سلامتي باشترى لآلو دبون وتوجبون بغناه تاوان و بو بيسو شاباليا بو غرفتو شاشايا بو شكا أوغناهانا أوكو إيش إلى صحابة كان فرمي سلمان فرمي جراحاتا. يعني تو هالغناها كي براسي وكوايا خود بريناركي خوين اللبسوري. ضرر و زیانشی گوره بخود دا گینید پیغمبریش علیه الصلاة والسلام فرمی ما من دعوت یدعو بها العبد افضل من ان یقول اللهم اینی اسألوک المعافات في الدنيا والآخرة هیچ دعای اگنیه باشتر بلای خواه گوره مهربان لو دعایی که مروف دعای کبلی خواه سلامتم کی سلامتم کی لدرد و بلا سلامتم کی لگناه و تاوان لخراپکاری لدز ریجی لخوین ریجی لداوین پیسی لهم و خراپانه یا رب العالمین خويا سلامتهم كي العذاب كان دنياي خوت وعذاب كان قيامتي خوت. بي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا يفرمو هركسي براسي او داوايا بكادل نيابي فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خير من العافية. لروايتك بعد كلمة الإخلاص لدواء لا إله إلا الله خيري قول أبو أمرو بويك خو سلامتك على قناه تاوان سلامتك على دردو بلا خويا قول نيخا تجير باري تاقي كرنوي خويا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به خويا با بارك نهني بسر ما نكلت وانا ما ننبت وخواي قولي مهربان دعاي مسلماني خبول كردوا وإن البلاء يأتي من الله للعبد على قدر على قدر الصبر وكو في غمر فرمي عليه الصلاة والسلام بلاش كخواي نيري بمرو وكان به باستي آرام قري خوانا آرام قريان شنك بخواي قولي أمان دا بلاء نيري لوزيات ركم ترنان يري إمام عباس مامي في غمر عليه الصلاة والسلام شويش أنا وتي في غمر إخواتهم دعاكم دعائي تائبة فيك فرمي بلي اللهم إني أسألك العافية دعائي سلامتي بك شوي دومي جات وهروي فيك شوي سيمي جات وهروي فيك لدعاء جارة فرمي يا عم ما أي ماما مامي بيغمبر إخوة أكثر دعاء بالعافية تاتواني دعائي سلامتي زوربك خوا سلامتك لا متاقي كردنا وكان لا مقناه وتاوانا كان لا مدردو بلا بشيشة كان فإنك إن عطيتها في الدنيا وعطيتها في الآخرة فقد أفلحت اگر خواهد سلامتیت پی بخشه لدنیا دا و سلامتیت پی بخشه لقیامتا براسی تو سرکوتوی لها مبارکان دا